يعطيكم العافية، معكم الأستاذ محمد عبده. هذا الفيديو مخصص لطلاب ثالث ثانوي مادة الجغرافيا لنساعدهم بحفظ الخريطة، لأنه المحور الأساسي بامتحان الجغرافيا هي الخريطة. بمجرد ما يكون التلميذ حافظ الخريطة فبلاقي امتحان الجغرافيا كتير سهل، لأنه في كتير أسئلة استخراج من الخريطة. للتوضيح، الخط المرسوم باللون الأحمر هو الخط اللي بيفصل دول عالم الشمال عن دول عالم الجنوب. دول عالم الشمال هن الدول المتطورين، دول عالم الجنوب هن الدول في مرحلة بعضهم متخلفين يعني. فإذا حنبلش بداية بقارة أمريكا، عندنا كندا، ألاسكا، جرينلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، وهول بيمثلوا دول عالم الشمال اللي بيمثلوا أمريكا الشمالية. فإذا حنرجع نعيد: كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألاسكا، جرينلاند، هول دول عالم الشمال. أما بالنسبة لدول عالم الجنوب، عندنا المكسيك، ننزال، عندنا فنزويلا على اليمين، بالنص كولومبيا، على الشمال الإكوادور، عندنا البيرو، عندنا هذا الخط كله تشيلي، البرازيل، أرجنتين، اللي بتقطع البرازيل من تحت هي الأوروغواي. بين البرازيل والأرجنتين هي باراغواي، وعندنا بوليفيا. فإذا رح نعيد قارة أمريكا: عندنا كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألاسكا، جرينلاند اللي بيمثلوا دول عالم الشمال. أما بالنسبة لدول عالم الجنوب، عندنا المكسيك اللي بننزل، عندنا فنزويلا، كولومبيا، إكوادور. تحت الإكوادور في عندنا البيرو، تحت البيرو هذا الخط كله هذا تشيلي، البرازيل، أرجنتين، اللي بتقطع البرازيل قلنا أوروغواي، بين البرازيل والأرجنتين باراغواي، وعندنا بوليفيا. إذا بدنا نطبقهم على الخريطة مباشرة ليفهم الطالب، عندنا كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألاسكا، جرينلاند، مكسيك، فنزويلا، كولومبيا، إكوادور، بيرو، تشيلي، برازيل، أرجنتين، أوروغواي، قلنا بين البرازيل والأرجنتين باراغواي، بوليفيا. فإذا هيك بنكون خلصنا قارة أمريكا.